مذيعة أم بي سي ريا أبي راشد تغضب الجمهور بفيديو على السرير أظهر ملابسها الداخلية. على حسابها على إنستغرام نشرت الإعلامية ريا أبي راشد فيديو أثار جدلاً كبيراً بين المتابعين، وهي تلقي بنفسها على السرير، وكتبت تعليقاً عليه: المود بعد يوم طويل وشاق. اعتبر بعضهم أن هذا الفيديو جريء وغير مناسب لثقافتنا العربية، فمن المعيب أن تستلقي إعلامية هكذا على الفراش وترفع رجليها وتظهر ملابسها الداخلية. وبعد الهجوم اللاذع على ريا التي عاشت أكثر حياتها في بريطانيا، أغلقت مذيعة أم بي سي خاصية التعليقات على الفيديو ولم تحذفه كما طالبها المتابعون. وتناقل عدد من الحسابات هذا الفيديو مبدين عن صدمتهم من تصرف ريا المعروفة برصانتها. ومن بين التعليقات التي انهالت على الفيديو: بعد ما تتحمل تبقى محترمة فترة أطول، وشو صار لريا أبو راشد؟ والله كانت محترمة حالها. وريا معتادة على نشر تفاصيل سفرتها إلى الجونة على إنستغرام، أبرزها هذا الفيديو الذي يظهر تحضيراتها في غرفة الفندق. وفي فيديو آخر للإطلالتين الأولى والثانية لها في الجونة أيضاً،